حنان، انت عندك الاعداد تسمح ان انت تستقبلي اعداد تانية؟ ده شق. والسؤال الثاني برضو، عايزين القصه بتاعت امبارح او الكلب اللي انتوا لقيتوه جوه شويه. هو انا للاسف انا حاطه لنفسي عدد معين علشان ماديا وعدديا والمكان، فبحاول انا ما ازيدش على الرقم ده، بالعكس بحاول اقلل ان انا اطلع تبني على قد ما اقدر عشان اقدر انقذ اكتر. بس فكره التبني في مصر للاسف مش درجه قوي، بدات لكن مش درجه 100%. بحاول اخد الحالات الصعبه، يعني كلب امبارح انا كنت مقرره انا مش هستقبل حالات يا جماعه لغايه ما اظبط الدنيا والوضع عندي لفتره، لكن ندى ما قصرتش، بعتت لي فيديو لكلب. بصراحه انا ما نمتش الليل كله، الناس كانت ماشيه في الشارع سمعوا صوت انين في زباله، زباله باسكت زباله في العجوزه على النيل، افتكروا بقى بني ادم، ما تعرفش افتكروا ايه، انين جوه شوال كبير قوي بيرموا بينطروا شوال. لقينا كلب جيرمان شيبرد جميل جدا، ولا حول له ولا قوه، عارفه اللي هو رفع راسه بيحمد ربنا ان حد شافه يا ربي، وبعد ما اطمن الناس حواليه راح نام تاني. اول ما شفت الفيديو بصراحه انا ما قدرتش، اسرع كلب يمكن تم انقاذه في 10 دقائق كان في العياده، الدكتور ما قصرش معاه قام باللازم. هو نسبه كبيره قوي الكلب ده رامي نفسه من دور عالي، ما دي الناس بقى اللي بتحبس، ولا هم اللي هو شوال، ما هو دي غالبا هو لما اترمى او حد رماه. بصي ما في حاجات احنا مش هنعرفها، لكن احنا توقعنا كده ليه؟ الكلب ايديه مكسوره تماما، ايديه الاثنين وضلوعه مكسوره وعنده نزيف داخلي وعنده الفك، هو غالبا اللي لقاه او اللي رماه او لا هو قافش كان مرمي من فوق بشوال، هو للاسف افتكرته زباله، الله ينور عليكي، فحطوه جوه شوال. ف بس المفاجاه هو في كده، ما هي بص الفيديو يعني في حاجة كده؟ انت لو شفت الفيديو ده بالذات انا ما اعرفش ايه السر، نظرته للناس كانه بيحمد ربنا ان حد لقاه ورجع نام تاني، ديت كان صعبه. فالكدمات اللي فيه والضربه اللي على راسه وعينيه اللي فيها نزيف دي لو دلت على شيء على راي الدكتور انه ناطط بقى او واقع او يعني الجزء الامامي ده كله بايظ مكسور، بس رجليه من ورا سليمه. بيحاول بقى، عملنا شفط للنزيف وادينا له حاجات توقف النزيف وهو بيعافر بيحاول يعيش. طيب.